السميه ديالك؟ بسم الله. حتى انا بحدقيه تنتمنى منكم تسمعوا القصه ديالي. الله يجازيكم بخير. راني مريضه، انا كنت خدامه في الحمام، نهار وقف الحمام ما بقيتش نقدر نخدم، وجلست للارض دابا من هذا الوباء هذا. الله يجازيكم بخير. انا مريضه وكنت مكافح، واخا راني مريضه وتنمشي بالعكاز ديالي وتنخدم. دابا الله يجازيكم بخير سي العثماني، راني حنا تنترجعوا من الله ومنكم باش تعاونوني. راني عندي العمليه، طالبين ليا 2 مليون ديال باش ندير الحديدات والدواء، وما عنديش وانا في حالتيش، الراجل ما عندوش. ونطلب الله منكم تعاونوني على المحسنين. مريضه اختي؟ انا مريضه بداك الورك ديال المرود ديال الرجل ديالي تيتحك ليا. وطالب كنت خدامه في الحمام ديال تركي من نهار سدو وجلست الارض، ما بقيتش نمشي للحمام. واخا مريضه تنكافح تنمشي. عندي الوليدات، عندي الراجل ما في حالتوش، غير خراز على قد الحال، حدا بوزيان، ما تيخدم، مره يخدم مره يجلس، وانا هكا مره نخدم مره نجلس مره غندير مجهودي. ودابا منين سدوا الحمامات انا جلست، وطالب ليا الطبيب باش ندير العمليه، الا ما درتهاش غادي نجلس للارض. يعني الحمام شي خليك تشوفي الناس؟ تنشوف الناس، تنشوف اما دابا جلست للارض ما كاينش اللي منقولها. تنطلب الله منكم ومن العثماني ومن المحسنين يشوفوا من الحاله ديالي. هادشي تنطلب الله منكم. فين غادي ديري العمليه؟ في السبيطار، قال لي الطبيب السبيطار. اين السبيطار؟ السبيطار الكبير. هذا ديال الخنيفره؟ ديال الخنيفره. فاش غندير العمليه؟ تماك عند الطبيب ديال داك الطبيب اللي اول السميه ديالو عندي في الورق. كاينه سميتو في الورق. الحديد. ايه طالب ليا الحديد، قال لي الا ما درتيش هاد العمليه غادي تجلسي للارض. وفعلا دابا غير نتحرك شي شويه في الدار هكا ولا هكا صافي تنفخ ليا الرجل وتنجلس ما نقدرش نوض. يعني غير ثمن الحديد هو اللي بجوج المليون؟ غير ثمن الحديد بجوج المليون. والعمليه قال لي عندك الرميد غادي ما نطالبوا لك والو، غير الدواء وداك الشيء داك مع العمليه سميتو غادي يطالبوا ليا باش نشري الدواء وباش سميتو. يعني حد كانت لاباس عليها، كانت المهم كانت تمشى مع الامور تاع اليوم. هي عافاكم، راني الحمام تسد ليا. الله يجازيكم بخير. انا تنطلب الله منكم باش تكونوا ديروا بوجه الله سبحانه وتعالى. انا ما تنطلبش شي محسن شي حسنه ولا شي حاجه نطلب لنا، غير نولي لاباس في رجليا، نقدر نوقف، نقدر نمشي نخدم، نقدر نمشي نكون مع راسي. هادشي تنطلب. عامين هادي ميت عانيت بها، عانيت بزاف، لا من الركبه ولا كنت نعاني من الركبه. دابا ولا ليا الورك عاوتاني اللي ضرني الركبه، كان طالبين ليا العمليه، لكن ما كانتش عندي باش ندير العمليه للركبه واللي تخليتها. دابا عندي هاد المشكل في الورك، هو اللي عندي المشكل. شحال من ولد عندك؟ عندي 2 بنات مجوجين، والولد راه مازال عندي، مازال ما مجوجش، مازال ما تيدير والو. كاينه عندي حتى الوالده ديالي، كاينه عندي حتى الوالده ديالي، حتى هي تتعاني بداك النفس بالركابي، حتى هي راه غير جالسه عندي، انا اللي مقابلاها، تنحاول معاها ندير معاها مجهودي وتنعاون نقابلها. يعني القيامه بغات اللي يعاونها باش ترجع، باش نرجع للحياه ديالها، تقابل نقابل امي ونقابل دويرتي ونقابل الحياه ديالي. والوالده ديالك ما تتشوفش ما تتنوضش ما تتشوف، جالسه غير في الركونه فين جالسه. نتمنى الله منكم تعاونوني في هاد المحنه هادي، تنطلب الله منكم تعاونوني في هاد المحنه باش الله نصيب نوقف مع دويرتي ومع امي ومع الزمان ديالي. خصني نخدم، خصني ما عندناش شي مدخول، شي شهريه ولا شي حاجه ما كايناش. السلام عليكم. غير البنت ديالي اللي مقابلاني
انا ما كنشوفش وعندي ركابي ما كنمشيش بهم. الله يجازيكم بخير وقفوا معنا، الله يجعل ربي وقف معكم ومع المسلمين جماعين. الله يجازيكم بخير، راه غير هي اللي كانت تقابلني وتمشي مسكينه للحمام، دابا ما بقى ليها الحمام، ما بقى ليها حتى شي، وحنا انا جالسه عندها هكا.